لسان تحذف ستوريات أنس الشهيد من صفحتها على الإنستغرام، شاهدوا المزيد من التفاصيل. اتضح أن أنس دفع صديقه ليس بسبب غيرته على بيسن إسماعيل، بل دفعه لأنه كان يأخذ صورة مع فتاة في الإيفنت، وصديقه كان يخرب تلك اللقطة وكان يقف بجانب تلك الفتاة، والأغلب ظن أن أنس كان يغار على بيسن، لكن اتضح عكس ذلك. وأيضا بالأمس تم الكشف على أن بيسن إسماعيل وأنس الشايب ما زال على خلاف، حيث انتشرت أخبار على أن بيسن قامت بحذف ستوريات من صفحته على الإنستغرام كان يظهر وراءها أنس. وأيضا لم يقوما كل من أنس وبيسان بالتقاط أي ستوريات مع بعضهم، مما زاد شكوك المتابعين عن انفصالهم. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟